اوكي، احنا بقى انفو جديد. لا طيب، ومين اللي بيتكلم؟ طيب يا جماعة، نبتدي بقى من الأول كده. بسم الله الرحمن الرحيم تاني. تمام، احنا دلوقتي أول حاجة عايزين إيه؟ عايزين لما نيجي نفتح الماب انفو وعايزين ندخل فيه الداتا بتاعتنا احنا كدرايف تيست أو كناس بوست بروسيسنج أو اوبتمايزيشن. خلاص، محتاج ايوه تدخل الداتا بيز بالنسبة للنتورك عندك كلها، أو عايز اريا معينة دخلها، مفيش مشكلة. هي الفكرة كلها إن احنا بنعمل شيت زي الشيت ده، في سايت وفي الترانسميتر لونج ولات هايت وازيموس تلت واي حاجه تاني انت محتاجها، مثلا محتاج بي سي اي، محتاج باور، حط زي ما انت عايز، مفيش مشكله. خلاص، اهم حاجه لما نيجي نعمل الشيت ده بنيجي عند فايل سيف از. خلاص، بنختاره مثلا ان هو سيف از مثلا تاب دي ليميتد. لازم تاب دي ليميتد عشان ده الاكستنشن اللي هيقدر يقراه الماب انف. تمام، ادينا اهو احنا سيبناه. نيجي بقى هنا عند الماب انفو، نفتح نعمل اوبن، نختار من عند ستاندرد بليسز، وهاجي عند الديستنيشن انا كنت اوريدي حاطط فيه الفايل ده. نختار من ماب انفو دي ليميتد عشان ناخد التكست اللي انا عملته اهو تيست 1. تمام، اول ما افتح تيست 1 هيختار، هيقول لي ان في يوز فيرست لاين فور كولوم از تايتل، ان احنا عايزين نخلي اول كولوم ده يبقى ايه، يبقى هو الهيدر بالنسبه لي. طبعا هو هنا مش راضي يفتح عشان انا اوريدي فاتحه، ريتراي فتح على طول. دي اول. تمام، البوينت الثانيه، انا دلوقتي محتاج ان انا ادخل الداتا دي، تمام، اظهرها عندي بقى في الماب، ان هي تكون ايه، تكون از ا بوينت. تمام، انا اظهر كل سايت ان هو بوينت. هاجي من عند تيبل كريت بوينتس. تمام، هو مختار لي اهو الاون اير تو تيست 1. تمام، لونج ولات، الاكس كوردينس اللونج والواي كوردينس اللات، هعمل ادوس اوكي. هو كده خلص. المفروض ان انا دلوقتي هو كده سايب في نفس المكان اللي انا عملت فيه التكست. فاول ما هفتح عامل اوبن عند المكان اللي كان فيه التكست اهو، جاب لي الاون اير تيست 1. تمام، دبل كليك فتح. تمام، جاب لي السيطرة. خد كلها ايه؟ تمام، هنا مثلا اريا الجيزه مثلا على سبيل المثال عشان هي انا سايتات قريبه. هنا بقى انا عايز اغير شكل السايت. تمام، واظهر اسمه. انا اجي اظهر اسمه هنا، هعمل ايه؟ هعمل الليبل اخليها اون. تمام، رايت كليك من هنا، هختار لاير بروبرتيز. تمام، ستايل اوفر رايد، اغير شكله لدايره مثلا عشان ده متعارف عليه يعني. خلي السايز بتاعه 11، ادوس اوكي. غير لي ايه كده شكل السايتات كلها، بقت كلها از ا بوينت يعني. تمام، طيب دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أنا نفس الشيت بتاعي ده أنا عايز أعمل سايتات بقى، شكل سايتات كاملة بقى، السكاتر بقى، سيكتور واحد واثنين وثلاثة. تمام، طيب هعملها ازاي؟ هاجي من عند اوبجكتس تيبل، اختار ران ماب بيزك بروجرام. تمام، اختار عند سايت سي، في برنامج هنا اسمه سايت سي. اول ما افتحه، طب انا قبل ما افتحه بس هوريكم هنا المنظر كده، كان في تيبل كان عامل ايه. تيبل ما فيش اي حاجه هنا تحت خالص. تمام، اول ما هفتح السايت سي ده هيظهر لي موجود عندي في التيبل تحت اهو، ظهر اهو واي فاي سايت سي. تمام، احنا كده وصلنا للنقطة اللي احنا كنا واقفين فيها من شوية. أنا هختار نفس الشيت بتاعي اللي أنا كنت فاتحه. تمام، اللات هختار اللات عادي جدا، لونج هختار الداتا بتاعتي كلها. هاجي من هنا من عند الريديوس. تمام، هختار لا أهو أقول له عايز يوز الفاليو، والفاليو عايزها بالكيلومتر. تمام، هنختارها 0.1. تمام، بعد كده بقى البيم ويث بالنسبه لي، طبعا احنا بيم ويث بتاع كل سيكتور هنخليه 65. تمام، الاورينتيشن عايز ياخد الاورينتيشن من ايه؟ هناخده من الازموس.
تمام، هندوس اوكي. هياخد وقت كده شويه لغايه لما يخلص. هو هنا بيكاري دلوقتي السيتات تمام في نفس الاماكن اللي احنا عاملينها، بس هيظهر بقى شكلها بالنسبه للسكاتر زي ما بيظهر مثلا في الاتول وفي الجوجل كام اللي انا ببعتها. بالتأكيد يعني موبايل سمع جوجل اشتغل لوحده. تمام، لسه بيلود اهو. طيب احنا لغاية لما يخلص لود، احنا في حاجة بقى تاني دلوقتي احنا عايزين نعملها. تمام، بالنسبة للكي ام ال، انا دلوقتي مثلا عندي كي ام ال وعايز ادخلها عندي على ماب انفو. ادخلها ازاي؟ هي في طريقتين. تمام، طريقة ممكن تكون مع الكل، هي يكون برنامج اسمه جلوبال مابر. تمام، هحول منها من الكي ام ال للتاب فايل، دي طريقة. او في طريقة تانية بتكون معانا احنا كتيم بلاننج، اللي هو الاتوم. خد نفس الكي ام ال اللي بعمل لها امبورت. تمام، مجرد لما اعمل لها امبورت اهو، انا افتح لكم حاجه دلوقتي لغايه لما يفتح اهو. ده الاتول. لسه شغال، قربه. تمام، دلوقتي كده الاتول اهو فتح. الماب انفو برضو ينفع يقرا مثلا الشيب فايل، يعني ممكن الشيب فايل او التاب فايل يقدر يقراهم عادي جدا. تمام، بعد دلوقتي اهو هعمل فايل امبورت ده على الاتول. دي الستيب اللي هي ايه اللي ممكن ما تكونش مع الكل، بس يعني انا برضو هقولها يعني. خلاص، هفتح اي كان ميل اهي مثلا. تمام، نتكلم اسمع. اوكي، هعمل لها امبورت. اول ما اعمل لها امبورت هتظهر عندي هنا في الجيب. اوكي، رايت كليك، هعمل سيف اس. تمام، سيف اس، هختار اي اسم ليها واختار ان هي ايه، تاب فايل، ماب انفو تاب فايل. تمام، هيفتح معايا، هرنها من الناحيه الثانيه يعني من